للأشخاص اللي راح يكون عندهم على جانب العلاقات والتعارفات، إضافة إلى المكان المكانة والحظوة الاجتماعية والشو، يعني وين ما راح يقعد في أي مكان يجلس في أي بيئة راح يكون إلى الحظوة الاجتماعية، إلى يكون صاحب طاقة إيجابية، إلى الاحترام والتقدير، وإلى القوة والمهابة. هؤلاء هم بالدرجة الأولى الجدي، ثم الجوزاء، ثم الدلو.